خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو، استاذه دينا الدليل والمهندس خالد عبد الكريم من مبادره ابدا. هنا هرجع على مهندس خالد، واحنا بنتكلم على الصناعه في دايما الحته بتاعه المستهلك المصري مستهلك صعب حبتين، هو مستني المستورد، يعني طبعا بيحط في الاول الالماني وبعدين الياباني وبعدين الكوري وبعدين الصيني، وبعدين تيجي تقول له مصري يقول لك ما بلاش، زي ابن علاء كده ما بلاش، وقلت لك بلاش يا عم حلو والله. يعني ده حقيقي طبعا في بعض الصناعات الاستهلاكيه بيحصل الكلام ده، نتيجه لبرضه بعض الثقافات اللي كانت موجوده، لكن احنا دلوقتي داخلين في عصر جديد، عصر الجمهورية الجديدة، مصر بتتغير بشكل كبير جدا، في اهتمام من الدولة ان هي توطن الصناعات الحديثة، تخلق صناعات بكواليتي عالية. الهدف كمان اللي احنا شغالين عليه في المبادرة بدخول شركاء اجانب معانا في كل المشروعات الكبيرة اللي محتاجة تكنولوجي ومحتاجة نو هاو يتنقل، هيدي الثقة للمستثمر المصري ان انا نفس المنتج اللي حضرتك بتروح تشتريه من المانيا او من اليابان او من الصين، انا هجيب نفس المصنع اللي هو بيصنعه لك هناك يصنعه هنا بنفس الكواليتي بنفس المواصفات. ده هيدي ثقة شوية للمستهلك المصري اللي عادة ما بيبقاش عنده الرضا الكامل في بداية البطاقة، بس مع ان هو يجرب، وشفناها في صناعات كتير جدا كنا بنجيبها مستورد بالكامل، النهاردة احنا اللي بنصدرها للعالم. على سبيل المثال الأجهزة المنزلية مثلا، دي برضو من الصناعات اللي النهاردة مصر مصدرة فيها بشكل قوي. فهي الفكرة كلها ان انت ازاي تخلق منتج مصري بمواصفات عالمية او مواصفات جيدة تناسب المستهلك المصري. اكيد المستهلك المصري مع ظل كمان الاوضاع الاقتصاديه اللي بتحصل في العالم النهارده اللي احنا بنشوفه في اوكرانيا وروسيا والاتحاد الاوروبي واللي بيحصل على في تايوان والصين، كل الحاجات دي اصبح رفاهيه ان انت تعتمد على المنتج المستورد، ما بقاش عندك الرفاهيه ان انت. وكمان سلاسل الامداد النهارده على مستوى العالم بدا يحصل فيها بعض المشاكل، فتوفير بديل مصري بنفس الكواليتي العالمية أو نفس المواصفات الأوروبية أو المواصفات الأمريكية أو المواصفات الصينية، احنا متأكدين إن شاء الله بإذن الله إن هو هيلاقي قبول جدا عند المستهلك المصري. أنا تاني حاجة حاجة تانية برضو، جزء كبير جدا من الصناعات اللي احنا مركزين عليها هي مدخلات الإنتاج. فمدخلات الإنتاج دي جزء من الواردات بتاعتنا كبير جدا طبعا، فده يمكن شوية مش بيبقى في مواجهة المستهلك بشكل مباشر، ولكن هو في مواجهته بشكل غير مباشر. وده برضو بيبقى بيحصل فيه صادق، يعني واردتنا فيه رقم كبير جدا للأسف. أنا أتذكر أن احنا كان أو لازال هم موجودين المصنعين دول لتصنيع سيارتين ألمانيتين فاخترتين، أول خط إنتاج أو أول منتج ظهر كان سنة 2009 لو أنا فاكر، للماركتين من الفئة الفاخرة، كان خارج من المصنع بتاع مصر للتصدير إلى أنحاء العالم، وعمليا كان بيتصدر لألمانيا تاني، بيتصدر للنمسا، بيتصدر لأمريكا، الخليج، يعني إلى آخره. ففين الأزمة في أن أنا أبقى طول الوقت حاطط في دماغي المنتج المصري أكيد مش حلو؟ أنا بتكلم على أكبر شركتين عربيات في ألمانيا، حاجة مذهلة جدا.